هذا اسمه تعطيل، طيب اعطيكم دليل من القران انه في تعطيل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ليش الله ما منعهم من التفريق؟ ليش الله ما منعهم من التفريق؟ ليفرقوا به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، معناته ان الله ياذن بالتفريق احد موجود الان تكلم عن عن التعطيل ويقول انه ما في تعطيل ويراهن بذلك ويجزم كمان انه ما في تعطيل ابدا انه ما في تعطيل في حياه الانسان وانه ما يحتاج الانسان اي شيء يسويه عشان يروح التعطيل من حياته انا اقول له لا المفروض انه يعدل يعدل اخطائه صحيح ان كلنا نخطئ لكن في تعطيل حقيقي موجود. نعم التعطيل انا بشرح لكم الان عن التعطيل. طبعا رزقكم في السماء وما توعدون، اكيد الارزاق موجوده، كل شيء موجود ولكن يدخل الحسد وتدخل العين ويدخل السحر وتتدخل الشياطين في ايذاء الانسان حتى تفقده بعض الاشياء. مقدره له وقدرناه تقديرا، مقدره له موجوده اصلا. أه حتى رزقك بقدر موجود، كل شيء موجود. لكن لكن انا اقول هو انا اعرفه طبعا وانا والله كنت اقدره ولا زلت اقدره لكن مع الاسف الشديد بدا يخبص اليومين هذه ما ادري ايش فيه، المفروض يركز اكثر ولا يحاول يدخل في مجال شخص اخر ويحاول يقول لا هذه خطا هذا صح هذا كذا يعني وكانه يقيم المجتمع، لا غلط غلط هذا اكبر خطا اكبر خطا انك تدخل دائما وتحاول تقعد تقيم الناس لا خلك في برنامجك خلك في اسلوبك خلك في طريقتك لانك انت قلت للناس مثلا اقرا سوره البقره وسوره الصافات مثلا وكذلك الشخص الثاني هذا اللي انا اقوله اللي انا اقوله الان هو جيد انا ما اقدر ازكيه لكن المفترض ما يقول للناس لا ما في تعطيل اصلا من المغالطات اللي قاعد يقولها هو انه قال كلمه التوحيد ليست بحرز هو نفس اللي قاعد تكتبونها الان يقول كلمه التوحيد ليست بحرز وكانه تجاوز حديث النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال فهي له حرز من الشيطان وهو يقول كلمه التوحيد ليست بحرز فرقوا يا اخوان وش نفرق؟ الله يهديك كيف نفرق؟ الله يصلحك كلمه التوحيد حرز لا اله الا الله وحده لا شريك له حرز من الشيطان حتى يمسي من قالها بالليل حرز له حتى يصبح كيف تجي انت تقول لا ما يب حرز حرز بعدين يقول ما في تعطيل طيب انا اعرف شخص الان وصل من العمر تقريبا 36 سنه من عمره من عمره 23 سنه يدخل وظيفه ويطلع يدخل وظيفه ويطلع ما توفق في شيء ابدا ما توفق في شيء كل ما يدخل وظيفه ما يكمل يفصل يبحث عن وظيفه ما يلاقي انا بنفسي شخصيا قرات عليه وهو موجود الان حي يرزق بعدها توفق في شراء سياره شراء منزل وظيفه هدوء راحه صرف اذى عنه رجع للصلاه حتى رمضان يقول ما كنت اصوم تعطلت حياته بفعل الحسد وبفعل الاذى للشيطان اللي كان عليه هذا اسمه تعطيل طيب أعطيكم دليل من القرآن أن في تعطيل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ليش الله ما منعهم من التفريق؟ ليش الله ما منعهم من التفريق؟ ليفرقوا به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله معناته أن الله يأذن بالتفريق ياذن الله سبحانه وتعالى احيانا ياذن الله بوقوع السحر ابتلاء اختبار تقصير من هذا الشخص عبادات شيء ان الله سبحانه وتعالى غضبان عليه اي امر من الامور انما يقع عليه هذا الامر فيحدث له التعطيل التعطيل عندما يطلق زوجته تعطلت مركبه الحياه اللي كانوا يمشون فيها طيب ايش تبغانا نقول عليها نقول له وشو تاخر بطل ترك هي اي مسمى لها ولكن اسم التعطيل هو اقرب ما يكون تعطيل مركبه حياه الانسان عندما يقع عليه السحر او الحسد او العين او الاذى من مس الشياطين فتتعطل عنده مركبه الحياه او مسيره الحياه بنت ما تزوجت وصلت 35 40 45 50 سنه ما تزوجت ليش؟ مع العلم انه ربما قد يكون قد قدر لها ثم صرف الله هذا التقدير بسبب اذن الله بوقوعه أذن الله بوقوع ما بدون ما يأذن الله سبحانه فوالله لو اجتمع الجن والإنس ما يضرونك أبدا لكنه قد أذن الله بهذا الأمر فأصبح تعطيل عندي في مركبة الحياة هذا الشخص اللي أنا قرأت عليه وغيره كثير من اللي أنا قرأت عليهم أو غيري أو هو رقع على نفسه توفق بعدها بفترة تغيرت أموره و... واستمر في حياته وفك التعطيل اللي عنده اللي هو تعطيل عن رزق عن تجارة عن طيب <applause> أنتم توافقوني هذا الرأي وأنا متأكد أنكم توافقوني في ناس الآن يفتحون باب التجارة يفتح متجر ومتجرين وثلاثه متاجر واربعه متاجر آه وما يتوفق فيها، كل ما يفتح محل يقفله، كل ما يفتح وكانه يبكي او ما يحب يدخل المتجر او اذا وصل باب الوظيفه حقته رجع او اذا بغى يتزوج بطل او كذا، هذا وش يصير؟ هذا تعطيل. ليش انا قلت تعطيل؟ ليش انا قلت تعطيل؟ آه فلنفرض انه انا الان رايح دوامي. انا رايح الدوام، ركبت سيارتي الصباح الساعه 8 بتوجه لدوامي، وصلت عندهم الساعه 9:30. قال لي مدير الاداره انت ليش تاخرت؟ المفروض تكون الساعه 8:30. وش اقول له؟ اقول له تعطلت في الطريق بسبب السياره عندي صار في مشكله عندي بالكفر او انقطعت من البنزين فتعطلت عن الوصول الى هدفي بالوقت المحدد، اذا تعطلت وش اقول له طيب؟ اقول له ما ادري ايش واحط نقاط بعدين اقول له اكمل فراغ لازم يكون في سبب لازم اقول له تعطلت طيب واحد يقول لي ليش انت ما توظفت؟ قلت والله انا بذلت جهد وسويت سويت كذا ولكن ما قد قدر الله سبحانه وتعالى لي، ليش؟ لانه انا يمكن يكون عندي تعطيل من سحر او من حسد او من عين. طيب روحوا للساحر روحوا للساحر قل له يا ساحر هل جاك احد في مكان سحرك وقال لك ابغى تعطل حياه البنت الفلانيه بحيث انها ما تتزوج؟ يساله يقول انت جيتني تسحر فلانه ايش تبغى منها؟ قال ابغى اعطلها. تعطلها عن ايش؟ قال ابغى تعطلها عن الوظيفه ما ابغاها تتوظف او ابغى اعطلها انها ما تتزوج او ابغى اسوي لها تعطيل. في 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 صحتها او انما يسحر لهدف ما في احد يروح للساحر يقول له ابغاك تسحر لي فلان ثم يقول له ايش تبغى منه قال ما ادري بس اسحره طيب ايش اسحره ايش اسوي فيه؟ قال لي والله انا كنت خاطب البنت هذه وبعدين آه رفضت انها تتزوجني فانا ابغاها آه تتعطل ما تتزوج قال خلاص اسوي لها تعطيل يحط لها شيطان عنده من السحر بحيث الشيطان هذا يمنع او يعطل او يوقف مسيره حياتها الا ان يامر الله سبحانه وتعالى بانه ما يقع هذا الشيء اذا ما قد قدر الله سبحانه وتعالى انه يقع هذا الشيء ما يقع. عزيز الكويران اهب ولا تسدك. نعم فلا ترى اللي يكتبون ورا الكومنت هذول مساكين يحتاجون انهم اني اشوف على الطبيعه عشان اسوي له صعق كهربائي في فراس الرجلة يصحصح حبه يعرف وين رايح طيب هذا التعطيل طيب هل كلمة التوحيد هو قال نفسه فإذا أخطأ في هذا أخطأ في الثاني هل كلمة التوحيد هل هي حرز من الشيطان ولا ما هي بحرز جاوبوني ستة يكتبون منكم حرز ولا ما هي بحرز طيب أنا أتكلم بالعامية حرز طبعا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهي له حرز من الشيطان وهذا قال لا يا ناس يا اخوان فرقوا فرقوا جزاكم الله خير خذوها عني استلموها عني استلم عنك ليش نستلم عنك ونترك الرسول عليه الصلاه والسلام كيف نستلم عنك النبي عليه الصلاه والسلام يقول حرز وانت تقول لا هداك الله واصلح بالك طيب في كلام بقوله لكم مهم جدا اي بذمته طبعا يجوز الحديث الوارد مئة مرة أو قيل عشر مرات ولكنها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحرز بأنها حرز له من الشيطان ذاك اليوم لا يقربه الشيطان إذا حرز حرز